زين، السؤال الأخير هسه وصلني ولو أنا وكلش وقت ما عندي، يقول شنو رأيه بخروج فلاح حسن وما يحصل في الزوراء كنجم دولي؟ أنت لازم إلى اتحفظ انا ما عندي ولا جواب كابتن، أنت لاعب منتخب وطني اتحفظ تنطى آرائك بالأمور الرياضية المفروض بس ما أقدر اتحفظ انا هذا السؤال ما أقدر أجاوب عليه. ما تقدر تجاوب؟ لا هذا شيء ما أقدر أجاوب حتى لا تزعل الأطراف. ما أزعل، هذا مو طرفي أقدر أنطى رأيي به، هذا ما يحددونه. حدث رياضي بالعراق ما تعلق عليه؟ يحددون الهيئه العامه. يعني مثل تجيب محلل سياسي قال ما لي علاقه بالسياسه لا تدخلني، انا جايب رياضي يقول لا تدخلني بالرياضه. تحفظ بي، انت شنو رايك بي؟ اليوم شو اسئله يقول لي انت شنو رايك؟ كابتن شنو رايك تقدم؟ جردنا انت مقدم وانا الرياضي. شنو رايك تقدم برنامج مكاني؟ تتجرد انه تكون ناوي قلت لك تجرد ان تكون وتتجرد ان تكون مقدم هسه. هاي شلون؟ بهذا السؤال ونعوف البرنامج. بهذا السؤال. سؤال. أنا قلت لك تجرد أن تكون عضو هيئة إدارية، عاملني كلاعب دولي سابق، أريدك تاخذ حريتك بأي سؤال أسأله. أين الحلقة؟ هي. ما أجاوب، ما شيء ما أقدر أجاوب. شكرا جزيلا كابتن هيثم، شرفتنا. شرفت بيك. نورتنا. إن شاء الله نلتقي بحلقة ثانية يكون الوضع أفضل. إن شاء الله يا رب. شكرا لسعة صدرك تحملت الأسئلة، بس هذه أسئلة جمهوركم. على راسي. والناس تريد تعرف وضع القوة الجوية. على راسي.